طلاب نبتدي اليوم المحاضرة 8 من موضوع الهرمونات، والتي هي بعنوان The Female Sex Hormone، الهرمونات الجنسية الأنثوية. The gonads produce germ cell and sex hormone، مثل ما حكينا بالمحاضرة السابقة، تنتج لنا الجيرم سيل الذي هي الأوفا، وتنتج لنا السكس هرمون الذي هي من البروجسترون والإستروجين. These two functions are necessarily approximated in both gender spermatogenesis and testosterone. بالسابق كانت في حالة الذكر هي عملية تصنيع الكائنات المنوية وتصنيع هرمون التستوستيرون. The production in the testis and oogenesis and estradiol production in case of ovary. بينما في حالة الأنثى يقابلنا تصنيع الكائنات المنوية بتكوين البيضة، والتستوستيرون يقابل الاسترادايول. The biosynthesis and metabolism of ovary hormones. The first is estrogen, are a family of hormone synthesized in a variety of tissue. 17 beta estradiol is the primary estrogen of ovarian origin. إذن هذا ال 17 بيتا استراديول يعتبر هو الهرمون الأساسي أو البدائي من الهرمونات الاستروجين المصنعة بالمبيض. Estrogen are formed by aromatization of androgen in a complex process that involve three hydroxylation step, each of which required oxygen and NADPH. The aromatase enzyme is thought to include a 450 mixed function oxidase. نحتاج لهذه الخطوة بالأروماتيزيشن إلى إضافة ثلاث مكانات هيدروكسيليشن بثلاث مكانات. هذا يحتاج له إلى هيدروجين دونر على شكل NADPH، ويحتاج إلى الأكسجين. وهذا الإنزيم الأروماتيز إنزيم is thought to include a P450 mixed function oxidase. The other بعد ما تكلمنا عن الأول الذي هو 17 بيتا استراديول is formed if a substrate of this enzyme complex is testosterone. Whereas estrone result from aromatization of androstenedione. إذن الاسترادايول يجي من السبستريت ماله، يكون هو التستوستيرون، بينما الاسترون يكون عملية تغيير أو aromatization of androstenedione الذي أخذنا عنه بالمحاضرات السابقة. تلاحظون بهذا الرسم نفس العملية تبدأ بكوليسترول، ويصيغ إذا تذكرون ديها، والديها ينتهي لنا في تكوين الأندروستين دايون الذي يتبادل بينه وبين التستوستيرون، يصير عملية ريفرسبل رياكشن. إذا التستوستيرون يصير بينه أروماتيزيشن، دي ينتج لنا 17 بيتا استرادايول مثل ما حكينا، وإلى الأندروستين دايون إذا صار بينه أروماتيزيشن سيخرج لنا الإسترون الذي هو الإي 1. والإسترون بوجود 16 ألفا هيدروكسيليز بمنطقة 16 يضيف لنا هيدروكسيل جروب، ليطلع لنا الإسترايول الذي هو الإي 3 كما هو موضح في المخطط الموجود. These cells are the source of androstenedione and testosterone. إذن هي ممكن تعطينا الاثنين. These are converted by aromatase enzyme in granulosa cell to estrone and estradiol respectively. مثل ما قلنا الاندروستين
ممكن يطلع لنا الاسترون and استراديون respectively. Progesterone is produced and secreted by corpus luteum which also makes some of استراديون. البروجسترون يطلع لنا من الكوربس اليوتيوم بعد ما تطلع البيضة من المكونات ماله ما تبقى يعتبر هو الكوربس اليوتيوم الذي ممكن يعطينا البروجسترون ويعطينا كمية قليلة جدا من الاسترادايول. Significant amount of estrogen are produced by the peripheral aromatization of androgen in a human male. إذا بالـ human male كمية لا بأس بها أو كمية ذات مغزى وقيمة. هذه الكمية تبدأ يصير بها تفاعل بالأروماتيزيشن بالأعضاء الخارجية أو المتطرفة، فيعمل لنا أروماتيزيشن of the androgen حتى يطلع لنا هذا الاستروجين. والأندروجين هو المعنى الكبير للتستوستيرون. The peripheral aromatization of testosterone to E2 account for 80% of the production of E2. إذا E2 80% من مين يجينا؟ يجينا من التستوستيرون. In females بالإناث adrenal androgen are important substrate since as much as 50% of the E2 produced in pregnancy come from aromatization of androgen. إذا 50% من هذا الE2 يجي من عملية الaromatization of the androgen في حالة الحمل. Finally, وفي الأخير, the conversion of androstenedione to estrone is the major source of estrogen in postmenopausal female. نحن بنعرف أن postmenopausal female كمية الاستروجين مالها تبدأ تقل، لكن يبقى السورس الأساسي هو الأندروستينديون الذي يتحول لنا إلى الاسترون. Aromatase activity is present in adipose tissue and also in the liver, skin and other tissue. هذه الاكتيفيتي مال الانزيم موجوده بالخلايا الدهنيه، موجوده بالجلد، موجوده بالكبد وبأعضاء اخرى. The increase activity of this enzyme زياده نشاط هذا الانزيم may contribute to estrogenization that characterize such diseases as cirrhosis of the liver, hyperthyroidism, aging, and obesity. الحقيقة زيادة نشاط هذا الإنزيم يكون مسؤول عن الصفات الأنثوية التي تحصل ببعض الحالات المرضية، منها تليف الكبد أو نشاط الغدة الدرقية أو في حالة تقدم العمر أو في حالة الأوبيزيتي. يعني مثال بسيط، من ندحق على رجل كبير أو ندحق على مريض عنده تليف في الكبد نشعل both breast will be increased. هذه الصفة هي الأنثوية نتيجة زيادة نشاط هذا الأنزيم اللي عنه. استروجين and progesting and progesting binding to plasma and the progestin binding to plasma protein. أشون هذول الاستروجين وكذلك البروجستين أو البروجستيرون يرتبطون بالبلازما بروتين. استروجين are bound to sex hormone binding globulin مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة. بروجستين are bound to CBG, the sex hormone binding globulin bind
diol about 5 times less avidly than its bind testosterone or dihydrotestosterone. فإذا هو القابلية ماله حوالي 5 مرات أقل ارتباط السكس هرمون بايندينج جلوبيولين في حالة الاستروجين مقارنة للتستوستيرون عند الدايهيدروتستوستيرون. إذا هذول الاثنين التستوستيرون والدايهيدروتستوستيرون أكثر ارتباطا بالسكس هرمون بايندينج جلوبيولين. In contrast, progesterone and cortisone bind with nearly equal affinity to the CBG, which in turn has little availability for estradiol and even less for testosterone and dihydroxytestosterone or estrone. The metabolic clearance rate of this steroid are inversely related to the affinity of their binding to sex hormone binding globulin. إذا عملية طرح أو إزالة أو معدل إزالة هذه الاستيرويد تتناسب بشكل طردي بالمقارنة مع الجاذبية باتجاه sex hormone binding globulin. Hence استرون is clear more rapidly, إذا هو يطرح بشكل كل السريع than استرادايول, which in turn is clear more rapidly than testosterone or dihydroxytestosterone. إذا هي قابلية الارتباط هي التي تحدد عملية الطرح. فإذا من يكون أسرعهم هو الاسترون, بعدين الاسترادايول, والأقل هو التستوستيرون أور دايهيدروكسي تستوستيرون الذي عندهم قابلية ارتباط بالسكس هرمون بايندينج جلوبيولين أكثر من غير. The rate of secretion of ovarian steroid varies considerably during the menstrual cycle and is directly related to the rate of production in ovary. بفترة الطمث أو الحيض يصير عملية تغير وchanges كلش كثيرة بهذه الهرمون, والحقيقة هي مرتبطة ارتباط وثيق بكمية إنتاجه من المبايض. There is no storage of these compounds. ماكو أبدا خزن بهم, and in fact they are secreted when they are produced. وفي الحقيقة هي منطرحون عندما ينتجون. Metabolism of estrogen and progesterone. Metabolism of estrogen and progesterone. أولاً, استروجين deliver convert estradiol and estrone to estriol, so the E2, E1, E3 are substrate for hepatic enzyme that add glucuronide or sulfate moiety, then conjugate steroid are water soluble and don't bind to transport protein, so excreted in bile, feces and urine. يعني مثل بقية الهرمونات هي هناك عملية ارتباط بهذه الهرمونات بالكبد, فالـ E2 والـ E1 والـ E3 يعتبرون substrate للإنزيم الذي يضيف لهم glucuronide or sulfate من أجل أن تحولهم إلى water soluble, فينطرحون بالخروج وينطرحون أيضا بالبايل وممكن ينطرحون بالإدرار. الشيء الآخر هو البروجستين. It is also metabolized by liver to several compounds and excreted in urine as sodium pregnenolone 20-glucuronide. هذا مركب كامل
So it is ineffective when given orally. إذا نحن بنعطينه على شكل حباية مثل ما نقول من خلال السم يكون كلش تأثيره شبه ما يكون غير موجود. Other derivative of 17 ألفا هيدروكسيبروجسترون 17 ألفا الكالايل سبستيوت 19 نور تستوستيرون كومباوند هاف بروجسترون اكتيفيتي اند افويد هيباتيك ميتابوليزم سو كان بي يوز از كونتراسبتيف دراكس. هذه المركبات الذي ذكرناها 17 ألفا هيدروكسي أو 17 ألفا الكالي سبستريوت 19 نور تستوستيرون هاف عند القابلية أو عند نشاط البروجستيرون وهي تتجنب الأيف أو الميتابوليزم بالكبد، لذا ممكن أن نستعملها كحبوب مانع للحمل. ومثل ما تلاحظون هوني أشهم ممكن يصنع عندنا البروجستيرون، أيضا أسيتيت من الأسيتايل كو أي ينتج لنا كوليسترول الذي ينتهي بتكوين بريجنينولون، والبريجنينولون يصير بروجستيرون، والبروجستيرون ممكن يصير عندنا بريجنين نانيدايون. هرمون ريجوليشن اوف ذا منسترال سايكل، كيف يتم عملية السيطرة او التحكم بفترة الطمث من خلال الهرمونات. The human menstrual cycle resulted from complex interaction between hypothalamus, pituitary, and ovary. تفاعل كلش معقد بين هاي الثلاث أعضاء hypothalamus, pituitary, والovary هو اللي يحكم الـ human menstrual cycle. The cycle normally varies. هاي الدورة عادة تتراوح ما بين 25 إلى 35 يوم بالفترة معنا، لكن مع ذلك هناك بعض النساء أكو اختلاف، أشقد أكو اختلاف بين النساء، أكو اختلاف بفترة الطمث الذي عندهم، يعني ممكن لقي مغا 20 وممكن لقي مغا 18 وممكن لقي بعض النساء ما تقطع الدورة. الحقيقة هذه تعتبر abnormal condition، لكن أنتم احفظوا 25 إلى 35 هي الفترات الطبيعية عند البشر. It is divided into two phase follicular phase, luteal phase and menstrual phase. إذا هناك ثلاث أطوار لها، الطور الأول اسمه follicular، الطور الثاني اسمه menstrual phase، والطور الثالث اسمه luteal phase. نجي إلى الطور الأول الذي هو follicular phase. Particular follicles begin to enlarge under the general influence of FSH. إذا تذكرون طلاب قلنا الـ FSH هي follicular stimulating hormone، إذن هو يشتغل على الفوليكل وبالنتيجة يكبغ النية. Estradiol level here are very low. إذن الاسترادايول يكون كميته قليلة بهذا الطور during the first week of this phase خلال الأسبوع الأول من هذا. But they started to increase progressively. لكن الاسترادايول يبدأ يرتفع هيدي as the follicle enlarge بمجرد ما تكبغ هذه البويضة to reach the maximum level 24 hour before the LH peak. بالضبط قبل 24 ساعة من وصول الـ LH المستوى الأعلى ماله الـ peak يعني قمته أو أعلى ما يمكن. And sensitize the pituitary to the action of the GnRH. هذا GnRH إذا تذكرون gonadotrophic releasing hormone الهايبوثالاموس يحفز لنا الـ pituitary حتى تطلع لنا الـ LH. والLH اليوتينايزين كأنما شيء يعصغ الأوفري، فمن يعصغه أشي يطلع منه يطلع البيضة الذي كان كبغت وهذا حتى تروح إلى الفمبري of the tube.
تصل إلى الجزء الأول قبل الذغابات الموجودة بالقناة البيضوية. إذن LH increase either in response to this high level of estradiol. Estradiol وصل إلى كمية أعلى ما يمكن، يبدأ يزيد LH حتى ينطرح. بعدين in a positive feedback manner or in response to a sudden decline of estradiol from this high level. The continuous administration of estrogen. بمجرد ما ناخذ نحن الاستروجين بفترات مستمرة من خلال الـ oral contraceptive pills OCCP، يعني حبوب منع الحمل الذي دائما تعطينا الاستروجين، ايش تعمل النهاية؟ It will suppress LH، سوف تثبط الـ LH and FSH release، هذول اثنين متثبطن and inhibit the action of the pituitary. إذا ما يصير عندنا action للبيتوتري ما يطلعون هذولي، وبالأخير ما يصير عندنا طرح البيضة ويصير عندنا بقية الأمور. Progesterone level are very low in this phase. بالفوليكولر phase البروجستيرون يكون قليل. The LH peak at the end of the follicular phase. بأعلى ما يمكن الـ LH يصل في نهاية الـ follicular phase and precede ovulation by 16 إلى 18، وهذا الـ LH أعلى ما يمكن حوالي 16 إلى 18 ساعة قبل ما يصير عندنا يعني انطلاق البيضة الـ ovulation. The other phase is the luteal phase. After ovulation, بعد ما انطلعت البيضة, the granulosa cell of the ruptured follicle. هاي الفوليكل الذي طقت وطلعت من البيضة, المتبقي ruptured follicle, luteinize and form, ما تبقى سيكون الكوربس اليوتيوم. A structure, هذا المكون, that soon begin to produce progesterone. هذا سوف ينتج بروجستيرون and some amount of estradiol. بروجستيرون and estradiol. Estradiol peaks about midway through the luteal phase and then decline to a very low. إذا باليوتيال phase يصل إلى تقريبا بنصه يصل الاسترادايول أعلى ما يمكن، بعدين يبدأ ينزل إلى مستوى كلش متدني. The major hormone of the luteal phase of the menstrual cycle is the progesterone, which is required for the preparation and maintenance of the secretory endometrium that provide early nourishment for the implanted البلاستوسايت. إذن هذا البروجستيرون كلش مهم الذي يخلينا السكريتوري اندوماتريوم بطانة الرحم يغذيها حتى تستقبل لنا البيضة الذي يعني انزرعت في هذه المكان. LH is required for early maintenance of the corpus luteum. إذن LH نحن نحتاجه حتى يبقينا أو يديم بقاء الكوربس اليوتيوم. And pituitary gland supplies it for about 10 days. وهي دائما خلال 10 أيام البيتوتري تعطينا L. ومثل ما تلاحظون بهذا الرسم هناك follicular phase، هناك luteal phase، وبعدين عندنا العفو يجينا المنسترال فيس، وهذولي مثل ما تلاحظون ويسبع تصيغ البيك مالم ويسبع يطلع الاسترادايول ويسبع يكون عندنا البروجسترون. طلاب هذا الرسم كلش 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 مهم وأرجو أنه تحفظونه، يعني هذا الرسم يظل معاكم طول ما أنتم اسمكم أطباء
وتتعاملون انت تكون بحاجة ان تعرف the whole way of the menstrual cycle or the whole phases. Maintenance of pregnancy by placental hormone activity. اشو ممكن نحن الحمل مالنا يستمر. A human placenta is an endocrine or endocrine gland that aids in keeping the pregnancy going on. Go on يعني يستمر. فإذا البلاسينتا بعد الوقت هي تكون العامل أو العضو للهرمونات الصم الذي يبقينا الحمل ويخلينه يستمر. It release the following hormone. هي تفرز لنا هاي الهرمونات الآتية. أولا HCG الذي هو human chorionic gonadotrophic hormone can be detected within a few days from the concomitant of a pregnancy. يعني أول أيام من صاعدنا حمل ممكن نشخصه. And measuring a human chorionic gonadotrophic hormone represent the basis for the pregnancy test. والحقيقة نحن في المختبرات عندنا عبارة عن شرائط موجود بها الهيومن كوريونيك جونادوتروفين هرمون أو نحن نحسبه بالجهاز مالنا بدون الستريب ونعطي، فيعتبر هو الإشارة الأولى على أنه الحمل موجود. ثانيا البروجستين سنديسايز in the first 6 to 8 weeks of pregnancy. هذا الثاني يصنع بستة إلى ثمانية أسابيع من الحمل. استروجين the estriol is synthesized in highest amount among other estrogen reflecting a number of it a crucial fetoplacental function. الهرمون الثالث الذي حكينا عنه هو الاستروجين على شكل استرادايول، ويعتبر من الأشياء المهمة بالنسبة لدوره في نمو وفي إدامة الحمل. The other hormone which is called the placental lactogen, also called the chorionic somatomamatotrophin or placental growth hormone. It has some biological property of prolactin and growth hormone. Prolactin هو الهرمون اللبني and growth hormone GH of the pituitary. أشبينه يعني صفاتك ترتيب جيني أو ترتيب بالأمينو أسيد بيناتهم تشابه. However, the exact function, الوظيفة الأساسية للبلاسينتال لاكتوجين PL is uncertain. لحد الآن غير معلومة. Since women who lack this hormone, النساء الذي يفقدون هذا الهرمون appear to have normal gestation and delivery, deliver normal babies. حتى النساء ما عندهم هذا أو يفتقدون لهذا الهرمون عندهم حمل طبيعي ويولدون لأطفال طبيعيين. وعليه وظيفته لحد الآن